أصلا مش كل يوم مش نعملوا خربقة تشالنج مع منير وين أنيس، فهمت؟ وإن شاء الله ربي يستر. بيجو كيفاش الكونسيبت ولا؟ فما 10 حاجات ديزانغيديون باش نختار من بالزهر ونحطوهم هوني ونخلطوهم، وفما جوكير في الحكاية الكل. معناها كي يجيك جوكير باش تختار روحك كيفاش تحب وتختار صاحبك شنو تحب انت. عندنا هريسة، عظم، نوتيلا، بنان، جراندوز. وعندنا مايونيز وطماطم معجونة والسردينة اللي نكرهها على الاخر ان شاء الله ما تجينيش يا ربي. وعندنا قهوة بن وعندنا فلفل بن عبيد. جوكير سردينة طول تستحق فرحة اليوم. كيما تراو معناتها فما حاجة باهيين وفما حاجة خايبين في زهرك. دونك باش نبداو هنا كيما تشوفوا عندنا الأوراق. دونك الله يخليك يا ربي يا ربي تستر يا ربي. كي نجي جوكير من الأول علاش ملزني أنا؟ لحظة مشاي بالواحد بالواحد. سبعة. شنو سبعة؟ طماطم. طماطم سبعة سلكت. طماطم ليه؟ دخلة وجيه. كنت عسلينة. ثلاثة مغارف. حط ثلاثة. حط من كم؟ ايه انا ما نحبش نحط. زيد نقص شوية باللي هي عليها ليش تقش. بيش. شنو؟ ليه دور يا ربي صح عليك صح عليك ولا مزهر حس روحي مش نضرب جراندور ميسيل جميل ميسيل جميل هيري سر روح كل شيء يا عادي ليه براي برش ميسيل لي الله عظم 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 ميسيل سوا عظم ناي برش ولاي ميسيل عظم عظم تيلا بحطان جوكير يا ربي جوكير كم حطو سردينة يا ربي ما سردينة سردينة ستة مايونيز الحمد لله ماشي ماشي في الحار يا حسيرو بس مش نام بعد مقرون الليل بعد كيفش نحل يعني زيب راسم زيب إليبس إليبس يا بعد أقوى مني أخنا الحمد لله ربي مش فيد في المظاهر أبي نحط صاحبي حط قد ما تحب نورمال أربعة خمسة أربعة خمسة حط نص عادي ما تحب مايونيز يوم ما مايونيز خير من طماطم معجون مايونيز طماطم معجون كله قارس كله قارس ماشي حسوا جوكي يا ربي ماشي يا فيلي على امي هريسة قالك بنان قالك هريسة بنان ليش مو على هريسة نعشق على هريسة ابدا هكا اغرف الكابتن بنان علي هكا عصبي يا حمان عمري ما عملتها في هيك يا والله منظر والله منظر عرفت معتي نو بليز حسيله ماشي في الاحمر والابيض صحيح كل فلوس برا خمسة حسني ماشي بنو ايه جراندور مش هكا انا هكا مشيت حسين ولا زهر انا كعبة هكا وبعد نراجع اليسار نحطها بكل يوم وان نحن مطعم تل القروسية خرج نوع جديد تا جراندور جراندور قارس بيه 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 اوه وي جاد يس وات اوه مان جابو هزها طول هزها طول هزها طول هزها طول ليه هزها طول هزها طول انت يا زلمي شنيا حل انا نحط لك حط هزي انا شوية قد تحب نص شكير ليه كنت رايف زيت ليك صحيح ليه جراندور ميل عشيخت عنك فسد الجراندور جيت تحل هل حف نص رايف زيت تنفخ مصروع بزيت مبرجو ليه؟ ليه عملت هالروح؟ توا وقفة استراتيجيك توا اصبر تحط نوتيلا مع هريسة ما تجيش فهمت كيف صحيح توا استراتيجيك اسكو كي نحطو مايونيز مش تعدى خير؟
تتعادل تقاوم شوي بنان بنان مش خلو برشا بنان لسه ذيك مش نحب يعني تحب تحط زيت متاحة في هوا أمورك ايه بولا يصير يا أخويا سمحني غير نحط لك الزيت زيت واحد وهو قضية هاكا شبعت عزيز تحي تيزا تبغي ترشيح عندك جراندور احسن جراندور في حياتك بشتيك مش كلمة تلحية إذا أنت عندك شوية زيت برضو كنت عندك زيدوا شوية مين بعد أيه خذ ورقة ليه ولا أخدرتني بيها فاس جوكي بون تبو بابا 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 عشرة ليه سلكت فلفل قصة في المونتاج ليه؟ مش مقصة لا حطوا بالواحد بتاعه واحد يزي هو يعني مش تحط ستين يزي معك مكس مين؟ كم حط ذيك على أخذ ذيك ليه؟ أوويك عظام اثنين وهو شيت مين؟ نرمال أغزر عندي بجوليه متاعي ولا متاعك نختار متاعي ناش كسر عظام مرة حسب كسرون كما قلت ليش كنت كسر هون اي عاد وصخش الوامك بارك كل ورقة يا ربي يا ربي what was that for والله مزيانة بتاعنا تسعة نقلبو تسعة شنية تسعة اوه اللي خايف منه عليه هكا بيها تدمخ تشي عبا بن بابا بابا كل ما سكت كل ما حدش فيه ناول بن ناول بن والله ريحة البن غطت على كل شيء والله يا تياس يود وي هاف ا بروبلم وين تمني ما سردين لا yes this is karma this is fucking karma man yes ليحطها تقول كلها hello are you challenging me okay اما this is fucking karma يسيرش يا اخوي اخذر متاعك بن معي ريسا مايونيز بن اخويش واحد يلاقي ازول سردينا يسير سبا تعال ياس مان الحمد لله مش واحد البرا يخوض خوض اخر ورقة خوض اوه شيت اخر واحدة شنو هي اخر واحدة يا مان اخذنا عن ازول كير اخر واحدة نوتيلة ازز نوتيلة ايه نوتيلة نحطوها ازوز مكان ببعضنك حطو اسمع شمال فيك يا لولي تبدت بالبن حطوها زوزة قاتل الأخرى بي بار راي مين مين أو مين انتي ماشي في اللون لكحل فهمت عارق يومك شوكولاتة البن بتاعي يا عارق بي سبايز او كان بيريسة الصح جاتي ما تفتقد الخشعة اللي هي مقيمة والله I'm gonna die كل ما كان هدايا اشتقتني يا اخي ليش الامبيلونس من تو كنت تطلب طول فهمت 198 شنو كريت تو انت يا كيف بسم الله ليش الوليد استفهموا شنو هكا هاو بديو خالد هاو كهاد انتي ابدا خالد الطب شي يحطوني اه قصبة انت يصبر وانت تصبر قصبة عزمت العملية ولا نسي شوز متاك واري بلاي واري بالكاميرا كانت نجم ترام عليك برا قرب غادي برا شي فرش متاك يا صاحبي شي تفرش 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 فرش هيك
والله ما كلها شوكولاته ضد تظهر عندك انت اصبر يا كابتن فلفل واحد يديك كعبة كومبو مع جول طماطم معجونه مع جراندور مع نوتيلا برضه استعوني بتخيل تعملها والله هذا ده كعبة بشويه مايونيز واي مايونيز نسيت بشويه بشويه شو بدك تبزح تصور زحمة بعد كي تكبر تقول ولادك شو عمال في حياتك والله طلبت هليسة مع مايونيز عمري ما تصورت نعملها كله على الخط في يوتيوب ساعه يي دايم واي واي كابتن البنان ما بنو والله يضرب بنين والله ما نعرفش عليه شنو اخي شربتو ليه بون الولاد باش نحلو قود تربي منها ريستورون فهمت باش نستربكم هذاك سميو سبيسيال خربقة خربقة سموذي يا كلك عم تبرنا عليه يا ريحته برك ريحته هريسة ترانشم ترا يا ريحته ما تشمش فيها دي شو فيها منها ريحته شنو هذا مسكين صاحب مسكين ده هاي خنحط بتاعي انا طب يا رب وليد وليد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ذكرني بحاجة ما نحبش نتكلم ليش تذكرك؟ ليه ياسر شيحة صح لازم نزيدوا الماء زيد ماء زيد اللي تحب أمورك زيد الماء زيد دقيق تصور بن متوطن مع شو ها وقال باش نذكركم كل واحد حط أنا حطيت هريسة مايونيز وبنان شنو حطيت انا وسردينة وعظم هو حط بن جراندور مايونيز معجون وسردينة كاو سي بون تجي عندك اخت فدي تاخي نشوفوا اللون عادة اللون تاخي ظاهر اعطيني الاختار كومو غادي شيت صحيح تسبيل أو شيت أو شيت والله تترك الشوكولاتة تترك الشوكولاتة ما ريحتها مش شوكولاتة شوكولين شم فم بتاعنا بتاعنا والله متاعي أرحم شو رد بتاعي مو ريحة البنان فاسح أوكي ريحة هريسة قوية بي راح خنصب خنصب هريسة مايونيز قوية ما سوا فهمت كيف ليش تتحدى سوا متاعي كنتي ريحة موضم معلومنا ريحة تسمع طماطم عشان هو البن ريحة البن برجو مالهم بيعوا اللي باش نعملو في الشين يوتيوب الكل فهمت كان حلو الريستورون بار حطو عرفت خلال عمرك شربت قهوة حارة برا ابدا انت الاول ليه انت الاول علي انت الاول انت بديت تحكي الاول فروت زويت ليه وحاجة لورقة ليه حاجة لورقة في المقص نخرجو ايش بيه على كليفة على كليفة حاجة لورقة مقص ايه واحد شاي حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص اثنين واحد بس تفريق ميسيج فرع على كليل حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص تبديد الريمونتادا 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 في بري حجرة ورقة مقص يس 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 عرفت ولا عرفت يس 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 يس
طعم شويه مايونيز شويه هريسة على شويه على شويه بالحق مش خايب والله لي كهو كهو يدي ماتك كهو عجبك يا اخي شبيه مش خايب هاي توا انا مش خايب مطعم هريسة مايونيز كهو توا انا ما انا اكثر عارف من توا ليه 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 خليه ليه قديمي على بيتي حطينا لازم يتلاوى خبيضك خلطوه توا توا ليه صحة لي كملت انتي صحة ليك يا ربي برا يا شو شو كابت الفلفل هو هيك كافتك هو عطينا حامات يا رب بسم الله يا ربي شملزنا ليت ليت عليك شملزنا عليك كنت رايت في الدار عليك 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 بين كل سامي شي طيش والله بيعوز مرة ما مشربش قلت انتي دوحت في شريعة فهمني بكت عشان دوك ليه ما نحبش ليه 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 والله ليه بزي بحاسي بالوحدة ليه دوك ليه ده برفاية استنى مفهمنيش على هذا اوبسيون تحب دوك دوك صححنا عليها برطة ما مفهمنيش صححنيش انو بس دوك متاعك بيه شيد اخي بمتاعي والله او شيت والله احسن متاعك ما يضغطوش متاعك ما حالا ميسي شوف والله ما حسيش يا ميسي ما تضغط ربليك شو متاعك هو دي شخط لك شخط لك انا متاعي انت تفهم وحدك من بعض ما عندكم هذا الفكرة استنى اصبر اصبر مستوى اللي حسفر امي مش ميت انا في بجيب وحدك اه كده بس عليك انت عم تفيا معني شيت الحمد لله مازال ما متنيش الفيديو معني بديت تربي فام فيديو اخر معني دونك باس معني باس مش نفهم ودي مازال ما متنيش مادامش نكملو يعني كا بيس مش مزيد بيس وين بيس اكيكا بيسي 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 انتي شنو امين واللايك وسبسكرايب كل وين اها صحيت ولي لايك شير اند سبسكرايب بيس